تعالوا بقى نروح للاخبار وجريده اليوم السابع تحديدا ومراسلتنا منى ابراهيم عشان نتابع اهم الاخبار. ولو ان انا يعني عارفه قبل ما منى تقول لنا او توافينا بالاخبار ان ما فيش ماتشات يا كريم لا يتحدث عن مباراه القمه بما تحمله من تفاصيل طبعا مختلفه، يمكن كمان اليوم السابع بتحدث عن انها قمه كرويه ومتعه مضمونه الليله، واعتقد ده اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه. منى صباح الخير وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير والتفاؤل على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي. يوم جديد وجولة صحفية جديدة من داخل جريدة اليوم السابع. طبعا يا نهاوند زي ما قلتي كل الصحف المصرية والعربية كمان النهاردة ما بتتكلمش غير عن قمة مباراة النادي الأهلي والزمالك. طبعا اليوم كله بيتكلم بالتفاصيل الدقيقة كمان عن تاريخ، يعني دي قمة طبعا 124، ولكن الكل بيتكلم عن طبعا في ترقب كبير جدا من أول مباراة للقمة بقيادة كابتن سامي قمصان. الكل مترقب، الكل مستني وحماس كبير وانتظار كمان لنتيجة مباراة اليوم. خلونا نبتدي باليوم السابع، الأهلي والزمالك قمة كروية ومتعة مضمونة الليلة. المارد الأحمر يحاول الاقتراب من صدارة الدوري والأبيض يطمح للحفاظ باللقب. قمصان يطالب لاعبيه بالفوز وفيريرا يتمسك بتحقيق الانتصار وصافرة إسبانية تدير اللقاء. الزمالك في صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة، فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبو 34 هدفا وتلقت شباكه 20. وفي المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو 38 هدفا وتلقت شباكه 12 هدف. اما عن غيابات مباراه اليوم، طبعا الكل بيكون مستني يعرف غيابات مباراه اليوم ايه، اما عن الاصابه او حتى عن الايقاف. فعن غيابات النادي الاهلي، يفتقد الاهلي جهود كل من اكرم توفيق وعمار حمدي وميكي سوني بسبب الاصابه. اما عن الزمالك، يفتقد جهود كل من طارق حامد وحمزه المسلوسي للاصابه ومحمود علاء للايقاف. أما من بوابة الأهرام، أدار 20 مباراة في الدوري الإسباني تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة رقم 124. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الإسباني جوزيه لويس مونييرا حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر خوضها اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام. المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري، ويعاون مونييرا كل من إنيجيو لوبيز مساعد أول ودييجو سيلفيا مساعد ثاني. يبلغ الحكم 39 عاما وحصل على رخصة الفيفا عام 2019. أدار جوزيه 20 مباراة في الدوري الإسباني، وتعد مواجهة إنجلترا وألمانيا في الدوري الأمم الأوروبية هي آخر المباريات التي أدارها الحكم الإسباني قبل قيادته لطاقم تحكيم لقاء القمة اليوم بين الأهلي والزمالك. ومن موقع يلا كورة، فاز في 4 من 7 كمساعد، هل ينجح قمصان في أول قمة كمدير فني أم لا؟ يترقب الجميع من عشاق وجماهير الأهلي اللقاء بشكل كبير، يعني زي ما قلت لك يا نهاوند أكيد، بسبب رحيل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قبل القمة بأيام قليلة. ويتولى مسؤولية الإدارة الفنية للأهلي كابتن سامي قمصان مساعد المدرب المساعد الفريق، أو يعني دلوقتي المدير الفني للفريق. تواجد سامي قمصان داخل النادي الأهلي لأول مرة كمدرب مساعد في الجهاز الفني للسويسري فايلر، وجاءت أول مواجهة لقمصان أمام الزمالك عام 2019 وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بكأس السوبر المصري. واختتم قمصان مواجهاته مع الزمالك كمدرب مساعد بلقاء الدوري الأول للموسم الحالي من الدوري المصري، والتي انتهى بفوز كبير للنادي الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3. يدخل قمصان مرحلة جديدة الليلة كمدرب فني في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك. يا نهاوند كريم، يعني دي كانت ثلاث أخبار اللي معانا عن النادي الأهلي، لكن كمان كان في أخبار تانية ودراسة من الشرق الأوسط بتقول نصف لاعبي كأس أوروبا والأمم الإفريقية تعرضوا لإساءات تلقوها عبر التواصل الاجتماعي وأغلبها من مواطنيهم.
نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس السبت تقريرا يظهر زيادة عدد الإهانات التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المنافسات الدولية، وعرض خطة لمكافحتها. وأوضح الاتحاد الدولي في بيان صحفي أنه قبل 5 أشهر من انطلاق كأس العالم في قطر في المدة ما بين 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر سيعمل مع رابطة اللاعبين المحترفين على تنسيق وتنفيذ خطة حول كيفية حماية الفرق أو الفرق واللاعبين الحكام وكمان المشجعين من الإهانات التي تنتشر على تواصل مواقع الاجتماعي خلال المنافسات الدولية. نهواندو كريم، دي كانت جولة صحفية سريعة من داخل مقر جريدة اليوم السابع، واللي كانت كلها طبعا أو معظمها عن النادي الأهلي وقمة اليوم بين الأهلي والزمالك، اللي بنتمنى إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا يعني اللي موجود طبعا يقدر يأدي ويعمل مباراة كبيرة جدا. آخر مباراة طبعا كانت بفرق كبير وكان فوز وكانت مباراة كبيرة جدا، نتمنى النهاردة كمان مباراة اليوم تبقى بفرق كبير ونتبسط كلنا طبعا كمشجعي للنادي الأهلي تحت قيادة كابتن سامي قمصان. عودة إليكم مرة تانية في الاستوديو، تفضل. إن شاء الله الفوز يكون حليف نادي الأهلي، وإحنا على أتم استعداد زي ما كنتوا بقول لحضراتكم. شكرا لك يا منة، إحنا على أتم استعداد زي ما كنتوا بقول لحضراتكم. أنا وكريم نتكلم بدنيا ونفسيا ويعني خليني أقول لكم برضو إداريا كل حاجة الحمد لله إن شاء الله هتكون على أتم وجه، ما تقلقوش خالص، إحنا بنطمن حضراتكم وده وفقا يعني لمعلومات خير جدا بإذن الله. عايزين النهاردة بس كل المطلوب مننا إن إحنا نبقى في ظهر كابتن سامي قمصان والفريق بتاعنا وبإذن الله خير.